لقراءة الوضع في بغداد بعد تضارب الأنباء عن القيادي في ميليشيا الحشد قاسم المصلح وتداعيات ذلك على الأمن والسلم في العراق بعد التحذيرات المبطنة لميليشيا العصائب. ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد الصميدعي، بداية مرحبا بكم. تضارب في الأنباء حول اعتقال القيادي في ميليشيا الحشد قاسم مصلح ما بين إطلاق سراحه والاستمرار في اعتقاله، لماذا برأيك هذا التضارب في الأنباء حول الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هذا التضارب ناتج عن معطيات، عدة معطيات. أهم هذه المعطيات أن مصطفى الكاظمي في سابقة مماثلة حدثت في ديسمبر من العام الماضي قام بنفس الإجراء، اعتقل أحد قيادي الحشد أو قيادي العصائب، ونعرف أن الحشد يتكون من مجموع الميليشيات يعني. فكان هذا القيادي كان اسمه حسام الأزيرجاوي وعدد من مساعديه، تم اعتقاله وبعد ضغوط مورست على الكاظمي قام بإطلاق سراحه. لذلك فالمتوقع بأن الكاظمي سيحدو حدو نفسه، يعني نفس الإجراء الذي أجراه في العام الماضي في نهاية العام الماضي سيجريه في العام الحالي. المعطى الآخر الذي يدلل على أن قاسم المصلح سيتم إطلاق سراحه هو التهديد الواضح الذي أطلقه أو الوعد الذي أطلقه صالح الفياض قائد العام للحشد الشعبي. نعم. قال بأن قاسم المصلح سيتم إطلاق سراحه في خلال الساعات القادمة القليلة القادمة يعني. بما تفسر يعني؟ نعم. دائما ما يتم اعتقال بعض عناصر الحشد من وقت لآخر ثم يتم إطلاق سراحهم، بما تفسر اعتقال الكاظمي بعض عناصر الحشد ومن ثم يتم إطلاق سراحهم فيما بعد؟ الكاظمي يقوم بهذا الإجراء محاولا أن يمسك العصا من الوسط، محاولة لذر الرماد في العيون، يحاول بأن يرضي الناشطين ويرضي المتظاهرين ويوضح للمتظاهرين بأنه هو متعاطف معهم، لا سيما بأن قاسم المصلح متهم بالحقيقة، بالإضافة علاوة على ما ذكرته رويتر بإطلاق صواريخ وما شابه. القاسم المصلح متهم وضالع باغتيال الناشط إيهاب الوزني وعدد من الناشطين في كربلاء، باعتبار أنه قاسم المصلح هو قائد لواء الطفوف التابع للعتبة الحسينية، وهذه العتبة وهذه الألوية تابعة بالمناسبة تابعة لمرجعية النجف. الكاظمي يحاول من جهة أخرى عندما يطلق سراح من اعتقلهم قبل ساعات أو قبل أيام قليلة، يحاول أن يرسل رسالة للحشد وللميليشيات، يقول مفادها بأنني متسامح مع الميليشيات وأنكم لن تجدوا أفضل مني رئيسا للوزراء يعني. فهو يبعث رسالة مفادها لأن الكاظمي يراهن على أن يستمر رئيسا للوزراء بعد الانتخابات القادمة، فهو يريد أن يقول ذلك بكل صراحة بأنه هو متساهل يعني بين قوسين ضعيف أمام الميليشيات، ولا يمكن أن يكون شخص آخر مثلا له خلفية حزبية كحزب الدعوة أن يكون أكثر تساهلا وضعفا مني، أنا باعتباري أنا نتاج توافق هذه الأحزاب كلها يعني، ولذلك يجب أن أرضي كل الأحزاب. هذه رسالة مهمة يريد دائما يحرص. طيب أستاذ لبيد، في كل مرة يتم إطلاق سراح العناصر المعتقلة بعد ضغط من ميليشيا الحشد على الكاظمي، هذا يصفه البعض أن هذا هو صراع نفوذ، يريد كل طرف أن يثبت قوته للآخر. من ناحية أخرى، والدة الشهيد إيهاب الوزني صرحت أن قاسم مصلح قد هدد الوزني بالقتل قبل اغتياله بعد ثبوت جرائم على قاسم مصلح. إلى أي مدى تعتقد أن الكاظمي يستطيع محاسبة قادة الميليشيات؟ الكاظمي لا يستطيع محاسبة قادة الميليشيات لأن الكاظمي كما نوهنا نتاج توافق، وهذا التوافق الذي أنتج الكاظمي معناه بأن الكاظمي إذا تجاوز حدوده، تجاوز خطا من الخطوط الحمراء العديدة التي
تحول دونه ودون أن يتخذ قرارا جريئا. إذا تجاوز أحد هذه الخطوط فمصيره الإسقاط، أن يسقطوه، أن يعاد ترتيب جديد من أجل إنتاج رئيس وزراء جديد، وأقصى حد له سيكون في الانتخابات المقبلة. لذلك لا يجرؤ الكاظمي، هدد كثيرا وقال كلاما كثيرا ووعد الشعب العراقي بأن يقوم بإجراءات حازمة، لكنه لم ينفذ منها شيئا ولن يستطيع أن ينفذ منها في هذه الحالة. ضعيف، نعم، يعني في ظل تغول الميليشيات على هذا النحو وتنامي قوتها حتى صارت فوق الدولة أو فوق الحكومة، ما أثر ذلك أستاذ لبيد على الأمن الإقليمي؟ طبعا تأثير الميليشيات على الأمن الإقليمي باين منذ الآن، يعني أو منذ سنين، لأنه إذا اعتبرنا أن الأمن الإقليمي يؤثر على الوضع في سوريا، الميليشيات العراقية لها دور كبير، دور إجرامي كبير في سوريا، وهي قامت بمساندة نظام الأسد وقامت بقتل آلاف المدنيين في سوريا. هذا من جهة. التنامي المتزايد لنفوذ الميليشيات ولقوتها بالدعم الإيراني المفتوح لها، بالإضافة إلى حالة الفلتان القائمة بالعراق وعدم قدرة الدولة على السيطرة على هذه الميليشيات، يؤدى إلى هذا التعاظم، والمزيد من التعاظم مقبلون عليه نحن. فهذا ممكن أن يصدر نفوذ الميليشيات وإجرام الميليشيات يصدره إلى الدول المجاورة، لا سيما المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الكويت. ونحن نعرف أن هناك مناطق هشة أو مناطق أرضية خصبة لتستقبل نفوذ الميليشيات في هاتين الدولتين. فالأمن الإقليمي بالحقيقة مهدد من قبل هذه الميليشيات، ونتوقع إذا لم يتم حسم هذه المسألة نتوقع أن يمتد نفوذ إيران من خلال هذه الأدوات إلى دول الجوار. شكرا لك أستاذ لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو.